باقي باقي الله راشد عكروش معكم مدينة مونهايم، رئيس جمعية نحن في مونهايم. والحمد لله توفقنا بان خدينا واحد المبادره، واحد توامه هنايا مع جمعيه نتاع السي رشيد كسيه، اللي درنا مع واحد المبادره ودرنا باش نخدموا واحد ان شاء الله واحد الجملاج اللي باغي نخدموا مع من مدينه سلا ومدينه مونهايم. وهذه تعتبر كخطوه اولى درناها الان، الخطوه الاولى اللي جبنا فيها الدراري باش يلعبوا الكره هنايا، والحكومه كتشوفوا الحمد لله لاعبين الماتش ديالهم، وان شاء الله غادي يكونوا عاد لقاءات اخرين، غادي الدراري غادي نعرضوهم باش يجيو عندنا لالمانيا ويلعبوا تما عندنا باش يشوفوا الاجواء كي دايره في المانيا والتدريب كي يكون في المانيا. وغادي نرحبوا بهم كما رحبوا بينا حنا هنايا، نرحبوا بهم في المانيا ان شاء الله. وباغي ان شاء الله نستمروا في هذا الطريق باش نوصلوا باش مدينه سلا ومدينه مونهايم ياخذوا واحد يديروا بيناتهم جملاج. وباغي حنايا كان يعني كنفرشوا لهم، يعني كنفرشوا هذا الجملاج، كنفرشوا له كنوجدوه. وجبنا معنا الناس بالبلديه اللي مسؤولين على البلديه، اللي مسؤولين على هذا الجملاج، راهم معنا جاو معنا. ونشكر السي الرئيس اللي عطانا هذه المبادره ورحب بنا وعطانا الملعب هنايا وتفاهم معنا في الساعه وفهم واش باغيين ووقف معنا. ونتمنوا هادشي يستمر هكا كي راه غادي، ونتمنوا باش نوصلوا للنتيجه اللي ان شاء الله باغيين نوصلوها. وجبنا معنا فريق اسفتي مونهايم، اسفتي مونهايم هو الفريق المحلي نتاع مدينه مونهايم. الشباب دابا 15 عام حتى 16 عام وكيلعبوا دابا واحد الماتش حبي مع الشباب هنايا. وبجانبي كاين هنا المسؤول فولكان شاكان، المسؤول الفريق اللي دار معايا هذه المبادره ومشى معايا هذا الطريق ودار معايا هذه الخطوه باش نجيو المانيا للمغرب. راه خطوه شويه ماشي سهله، لحقاش باش تجي كونتيننت اوروبا، تجي لواحد كونتيننت افريقيا، يعني فيه شويه حتى الدراري الوالدين تاع الدراري يقول لك فيهم غاديين كي داير المغرب. والحمد لله دابا خذوا على صوره المغرب زوينه وشافوا المغرب، بان المغرب ماشي ديك الصوره اللي عندهم على المغرب، ان المغرب متقدم ومن المغرب كل شيء موجود الحمد لله في المغرب هنايا. وحنا كنحاولوا كما قال جلالة الملك بان الجالية تاع المغرب ان شاء الله الجالية اللي عايشة في اوروبا باش نحاولوا باش نقدموا المغرب ديالنا ونجيبوا الناس باش يعاودوا يتعرفوا على البلاد ديالنا. ونشكر كلشي اللي ساهموا معنا في هذه المبادرة، ونشكر كلشي اللي ساهم معنا واللي وقف معنا. اللقاء اليوم الودي ديال كرة القدم في اطار واحد المبادرة ديال الجمعية من مدينة سلا بالشراكة مع واحد الجمعية في مدينة مونهايم في المانيا، اللي تيتكلفوا بتاطير واحد المجموعه ديال الشباب باش نظموا هاد المظاهرات الكرويه هنا في بوقنادل وبعض المناطق اخرى في سلا. اليوم هاد المبادره كتجي في اطار كذلك حضور واحد الاعضاء ديال الجماعه ديال او البلديه ديال مونهايم من المانيا، اللي في اطار هاد الانشطه هذه ان شاء الله تنوجدوا باش تكون شي شراكه ما بين جامعه سيدي بوقنادل وهذيك البلديه ديال مونهايم. فهذه المبادرة هذيك كما قلتي كتجي في إطار هذا إشراك الشباب في بعض التجارب والأنشطة الدولية من اللي بحال اللي نشهدوا اليوم، وكتجي في إطار تشجيع الرياضة في منطقة بوقنادل وفي الانفتاح ديال الشباب ديال بوقنادل على تجارب أخرى، تجارب رياضية وثقافية في مدن أخرى. نتمنى هذه تكون ديال ألمانيا من بعد إن شاء الله، يمكن شي دول أخرى اللي يمكن وان شاء الله بوقتنا نحن نتمناو ان شاء الله يكون المستقبل ديالهم مزير ان شاء الله. وحنا تنشتغلوا كجماعه وكمنتخبين من اجل التنميه ديال هاد الشباب في اطار الثقافي والرياضي والاجتماعي ان شاء الله. Zu dem Verein. Wir haben 22 Mannschaften. Davon sind 4 Mädchenmannschaften. Und wir sind eigentlich ganz gut aufgestellt. اسمي ديالو فولكان شاكال، هو المسؤول دار مسؤول على الشباب 13 عام لتحت. شرح الافتي مونهايم بان عندهم 24 فرقه، يعني بلي بامبيني بالصغار حتى الكبار 24 فرقه اللي موجوده. وبين بدا 24 فرقه عندهم 4 الفرق تاع البنات اللي هما كيمارسوا كره القدم.
Wir waren schon vor zwei Jahren in Marokko. Das war sehr, sehr gut, sehr, sehr schön. Und nach zwei Jahren haben wir die Tour jetzt hier nach Sella, Rabat gemacht. Und wir sind sehr, sehr glücklich. Wir wurden sehr gut empfangen. Die Kinder haben Spaß. هذه المبادره ديالهم ولا هذه المجيه ديالو الجوجه للمغرب فريق الكره. كنا قبل عامين كنا مع الجمعيه ديالي وفقادينا كنا مشينا لبني ملال على درجه بني ملال ولعبنا معهم تهم كره وكانت واحد العلاقه زوينه كانت خبره زينه وكنشكر السلا على الاستقبال اللي داروا الدراري اللي كيستقبلوهم وبان هذا الشيء كان كل شيء راه لقاه زوين والشكر ديالو. Und ich hoffe auch demnächst, dass wir in Deutschland auch eine marokkanische Mannschaft empfangen können. Das wäre sehr, sehr schön. Und wir باش تحنا حتى انا الفرصه باش نستقبلوا فرقه منا بسلا نستقبلوها عندنا وتكون تكون كضيف عندنا ونتمنى باش نتوفقوا في هذا في هذا في هذا في هذا المبادره ولا في هذا التبادل. Ich bin ja nicht zum ersten Mal in Marokko, ich war schon öfters hier und die Stimmung ist sehr gut, die Menschen sind sehr nett, sehr gastfreundlich, das gefällt uns sehr, sehr gut und ihr seid super. هذه المرة الثانية اللي كان فيها هنا في المغرب وكيقول لك بان بان الكرم والناس والاستقبال تاع الناس هنا في المغرب ما كيتنساش والدراري فرحانين بزاف ويشكركم يشكركم يشكركم بزاف. بسم الله الرحمن الرحيم. يوسف الضماني رئيس نادي وداد سلا لكرة القدم. بصدد استقبال الفريق الالماني يعني اف سي مونهايم غادي نعطيوه اليوم واحد النبذه على مدينه سلا في المجال الرياضي. الهدف ديالنا هو بطبيعه الحال خلق وصول تواصل مع الناس في المانيا بطبيعه الحال ويكون من خلال كره القدم يعني والمجال الرياضي والثقافي والتربوي والاجتماعي يكون هو الجسر ديال التواصل الاول ان شاء الله بحول الله. كيف يتوجهوا لالمانيا؟ يقدر بنادم يطلع الاوراق ويمشي لالمانيا ولا طلع بعد المانيا خصو يكون هو في المستوى اللي يمثل بلاده بطبيعه الحال احسن تمثيل. حنا الان هما قالوا لنا زعما بصراحه غادي ندعوكم باش تجيو عندنا ان شاء الله. حنا يمكن نديروا سيليكسيون ان شاء الله مزيانه اللي غنمشيو نلعبوا. ماشي الهدف هو النتيجه، الهدف هو ابراز المواهب، هذا هو الاساس. جمعيه مدينه سلا الان راه تتفتقد للدعم لان ما غاديش نقول لك انا المجلس الجماعي ديال مدينه سلا كله فيه الكريديات ولكن هذا ما تيعنيش بان ما يعطيش الفلوس للجماعه لان المجلس السابق كان تيخرج تقريبا واحد الميزانيه ديال كاينه واحد 100 مليون ديال السنتيم ديال الجمعيات الرياضيه تشتغل في الواقع هي اللي تضرب ثمنها. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.